حبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان انا النهارده بجد مبسوطه، والحمد لله يعني مبسوطه وانا بقى كتير قوي ما اتبسطتش، فحبيت اشارككم معايا اللحظه الحلوه دي واقول لكم ان اغنيه انا لسه هنا اللي انا منزله ليها فيديو من شويه، دي قديمه من ألبوم انا لسه هنا اللي انا مغنياه بقالي سنتين. بس بعترف اعتراف فظيع ان انا كنت ساعتها مش شطوره قوي في موضوع السوشيال ميديا، ولا ازاي تعمل دعايه لألبومك كويس، ولا ايه اللي حصل في الكوكب من حواليا، الدنيا كانت اتغيرت، خصوصا ان انتوا عارفين ان انا كان بقالي مثلا 10 سنين مش بغني يعني. فدي فرصه كويسه ان انا اقول لكم ان الالبوم اللي هو انا لسه هنا موجود على قناتي الرسميه على اليوتيوب، لينك قناتي الرسميه موجود فوق في البايو هنا في الانستغرام، واللي لسه مش مشترك فيها يشترك، وده اكيد شيء هيبسطني. وانا دلوقتي شغاله على الالبوم الجديد وهينزل لكم قريب باذن الله، وبس كنت حابه ان انا اقول لكم كده، واللي ما سمعش البوم انا لسه هنا يدخل يسمعه هيتبسط جدا، لان فعلا هو حاله جديده في الكلمات وفي المزيكا وفي الالحان، وان شاء الله بقى الالبوم الجديد يعجبكم. ميرسي.